من الاخوان كنا كنخدموا في المجال الحضاري في المدينه، خدمنا الاحياء، مجموعه ديال المبادرات درنا، معارض تربيه مع الاطفال. البحر كانت دعوه ديالو عند الاخوان من القصر الكبير، عيطوا لنا سمعوا علينا، عيطوا لنا قالوا بغينا نديروا شي نشاط هنا في بالعرائش، حنا كنتصور تحت البحر وكان ما داروش شي بعض المبادرات، ما كان حتى مشكل. حددنا النهار عودنا 2014 درنا واحد العمليه تما معاهم، جاوبوا السمراء غطاسه وداك الشيء وهودنا للميناء، ولكن اكتشفنا على ان كارثه تحت الميناء، اضافه داك الشيء الزيوت اللي كتسيب وداك الشيء. بقات الفكره في الراس ديالنا حتى جات 2000 وهذا عرضوا علينا هاد الاتحاد الاوروبي مع الامم المتحده ان ندخلوا معاهم في المشروع. فكرنا في هاد المشروع ان هذاك الشيء اللي شفناه راه ما يمكنش نتقلعوا ولا نتزولوا، ولكن هاد الشيء خصو مبادرات، خصو افكار باش يمكن اننا نحصلوا على الظاهره اللي بصح راه كاين خطوره، لانه ماشي خطوره غير بالهضره ولا كنشوفوا ولا شيء، ولكن بارقام معطيات. انا مشيت لعند المندوب ديال الصيد البحري وقلت له اعطيني الحصيله ديال الحوت اللي كتدخل لابعد قدر ممكن سنوات طويله، لقيت عندهم معطيات في 2017 حتى لدابا. من 2017 يعني 2017 كانت كميه الحوت كثيره، 18 اقل 19 اقل وهي غادي كتهبط، يعني كاين واحد التراجع ديال هو ماشي غير بالاسباب بحال اللي كنقولوا دائما، التراجع ديال الثروه السمكيه هي عندها بزاف ديال الاسباب، منا الصيد الجائر اللي كيتمارس. حنا ما بغيناش نهضروا في هذا الموضوع دابا لان حتى هو راه كيقتل، لان عباد الله ما كتحترمش لا راحه بيولوجيه ما كتحترمش هذا، وهي ضد راسها واحد المورد اللي حنا كنقولوا المغرب ما عندوش، ما حنا كنديروا لا صناعه ما كنديروش، عندنا الفلاحه، عندنا السياحه، وعندنا الصيد البحري، يعني عندنا شي حاجات اللي ما عندش حتى ناس اخرين. هادو خصنا نحافظوا عليهم باش يمكن اننا ولا حافظنا على البحر بوحدو راه 3500 كيلومتر من السعيديه وانتهى هو لتحت، راه المغرب يعيش ما يعتمدش لا على فلاحه ولا على صيد بحري على 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 على, على, على فلاحه ولا تجاري، يعني هذه كافيه. اذا كاين خطوره، كاين انتم راه كتشوفوها وكتباشروها، جينا مع الاخوان هنا شفنا في الشبك، كاين الشبكه اللي ما تقدرش تحلها بالاسباب، هذيك الاسباب حنا ماشي جينا باش نقولوا راه البحريه هما المسؤولين عليها، لا هذه راه مسؤوليه الجميع، كل شيء كيتحمل المسؤوليه، المواطنين اللي كيمشي مثلا البلايا كيسيب تما الزبر راه كيديه البحر عاود كيدخل، البحري ملي كيخرج خارج كيسيب، الناس ديال الواد ديال البحر ديال البوادي اللي على الواد كلوكوز كيسيبوا كيرجعوا البحر سطر الزبر كيهوي البحر، لا المعامل اللي تبلونطات هنا عاوتاني ما كاين يسيب الفلاحه مثلا بحال اللي قال السي الغري، المنطقه ديال اللوكوز كيستعملوا المبيدات، كيستعملوا هذيك المبيدات ملي كطيح الشتا مثلا كيستعملوا ديك الدول باش الغله تجيهم بالزربه، هذاك الشيء كطيح الشتا كتصفى كتمود البحر كتقتلنا المجاري الماء سنوات، وانتم كتشوفوا هذاك ديال المجدي وعينا ما نهضروا عليه، عينا ما نديروا في الوقائع، عينا ما نحتاجوا، عينا ما نكتبوا وباقي تما هذاك. اذا كاين واحد الخطوره دائمه. اذا من هذا الباب هذا جينا درنا هذا البرنامج اللي حاولنا استعملنا فيه الصور بحال اللي قال السيد العربي، درنا مجموعه ديال الجداريات اللي حاولنا نستعملوا الفن ولا الرسم باش نبقى نشوفوه يوميا تكرر الصوره، غندخل باب المرسى غنشوف داك الحوته الميته باش تعرف راه ان كنسبب ولا راه كنساهم في واحد المستقبل اللي هو ظالم مظلم بالنسبه للمجتمع وبالنسبه لنا كاملين. درناها في شارع محمد الخامس كذلك حتى المواطنين، درناها في المدرسه البحريه مع الاخوان ديال المدرسه البحريه، درناها في عندكم هنا في التعاونيه ديك السمكه اللي كيبان النصف ديالها ازمان وهي كتستغرق، المهم حاولنا ما امكن نستعملوا الرسم نوصلوا الرساله، كذلك بغينا نوصلوا الفكره واللي سابقينها دول اخرى مثلا ديال ان الرحلات البحريه اللي كيديروا البحاره ما كيجمعوش داك الزبل اللي كيحاولوا، اذا درنا ديك السلات وشكل رمزي لان وزعنا 40 سله ولكن غير كافيه احنا، ولكن خصنا غير الفكره توصل على اساس ممكن اننا نطورها ولا السلوك ديالنا يتحسن بصح. واللي بان هذا العمل ديال السلات عاوتاني خصو ارتباط مع الوزارات المعنيه ومع هذا انهم ينسقوا هذا العمل مثلا كيفاش يعاقبوا، ها هما الناس مشاو خرجوا الرحله البحريه ولكن باش نعرف ان راه جابوه خص الدور بمراقبه الناس اللي مسؤولين على الميناء يراقبوا ديك السله راه رجعت عامره بالازمه. كذلك اعطينا بعض القفيفات
30 قفة البحرية، أن البحري حتى ملي يخرج من الدار ما يديش معاه داك النفايات. لأن هذه مسألة ديال تربية وخصنا نتعلموها وخصنا نعرفوا أن هذا السلوك هذا هو اللي يحسن البحر. هذا الشقة الثاني اللي عملنا، درنا الغص مع ديك الإخوان ديال القصار في كريدنيس، خرجنا ديك النفايات، بينا أننا راه كاين حقيقة لا على مستوى ديال شاطئ رأس الرمل ولا على مستوى ديال بليدروسا، جمعنا واحد الكميات كبيرة ديال هذا، صنعنا منها واحد السمكة هي يعني ديك الأسباب باش نبينوا كذلك الخطورة. جات هاد الظروف ديال كورونا، البرنامج كان كيخصو يكون لقاءات مع رؤساء ديال 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 البحارة اللي ذكرنا في الغربي مع البحرية، يعني خص مع نديرو أوراق نديروها، ولكن راه ما قدرناش وبغينا نديرو واحد الندوة ومنعوها لنا أنا منعتها السلطة اللي قال لك غتجمعوا لنا البحرية وكاين كورونا. إذا كان صعوبة في إخراج هذا البرنامج، كان فيه تقريبا شي 8 شهور قدرنا نديرو هادشي هذا شوية مع المدرسة البحرية، درنا واحد اللقاء مع التلامذ، لأن اعتبرنا كذلك المدرسة البحرية هذوك التلامذ هما اللي غيكونوا بحارة المستقبل وغيجيو لهنا، ولكن إلا جاو بواحد الفكر وواحد الثقافة بيئية ديال المحافظة راه مزيان غنضمنوا الاستمرارية ديال المستقبل. كان اللقاء الرابع هو هذا اللي معاكم في التعاونية، وهذا اللقاء هذا غيكون متميز مختلف. علاش؟ لأن هذا غيعتمد على أننا غنناقشوا مع بعضياتنا هل إشكال كاينة، هل مشكل، هل إشكالات أنا اللي قلت بعض منهم، ولكن راه كنظن كاملين عندكم أفكار على المشكل اللي كاينة ديال علاش الحوت قل وعلاش هاد الأزبال وعلاش هاد النفايات وشنو هالإشكالات اللي عندنا وكيفاش الحلول اللي نقدروا نجبروها. شكون اللي غيتحمل المسؤولية؟ البلدية خاصها تاخذ الدور ديالها، الوكالة الوطنية، الوكالة ديال الماء والضوء اللي ديال اللي عندنا مسؤول على المجاري الماء هي اللي عامله لنا داك الواد الحار، خصها تحمل المسؤوليه ديالها. البلديه كدي 3% من الارباح هنا ديال، ولكن فين هو الدور ديالها؟ في النظافه داخل الميناء. اذا هادو جوج الاطراف. الوزاره كذلك ممكن اننا نهضروا معاها على قضيه ديال الاصلاحات اللي كدير هنا، مثلا الدراري كيسيبوا الزيت في هذا، الاصلاحات خصها تكون بعيده، علاش ما يمكنش ان نحملوا مسؤوليه الوزاره ان خصها دير واحد المكان بعيد ديال اش كيقولوا. كاينه مجموعه ديال الافكار اللي يمكن نطرحوها مع بعضياتنا من خلال واحد المداخله غادي يدير محمد خارج الجزائر، مشكورا، غادي يعمل لنا واحد تقييم حول الوضع البيئي بشكل عام على مستوى الدولي والرطوب الوطني، وموراها ندوزو اننا نحدوا المشاكل ونحدوا الحلول. وهذه الحلول هذه اللي عطرحوها نتوما، لان احنا ماشي احنا عطينا غير فكره، ولكن راه الفكره الافكار عندنا كاملين، وكاملين خصنا نتعاونوا على اننا نخرجوا الحلول ونديروا العديد من المبادرات. وحنا مستعدين مع جمعيه ليكسوس باعتبارها جمعيه فتحت الاحضان ديال جمعيه النضال والتعاون التعاونيه ديال ليكسوس، وبدات واحد الرغبه واحد الايجابيه كبيره، وحنا مستعدين كنضال الاخضر كجمعيه نشتغل في هذا المجال اننا نتعاونوا معاهم في برامج اخرى ان شاء الله مستقبليه.